السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين الكرام، نلتقي بحضراتكم النهاردة علشان نتكلم في موضوع مهم بيهم كتير من الناس. هنتكلم عن جراحات التجميل اللي ممكن تقابلنا في منطقة وجه الإنسان. منطقة وجه الإنسان، الوجه والرقبة، بيمثلوا حوالي تلتين عمليات التجميل. يعني حوالي تلت جراحات التجميل اللي بنعملها بتبقى في مناطق الجسم المختلفة، يعني منطقة الثدي في المرأة أو في الرجل، منطقة البطن للشفط أو شد الترهلات، منطقة الأرداف، منطقة الفخذين، منطقة الذراعين، كل ده بيمثل حوالي تلت جراحات التجميل. لكن بقية تلتين جراحات التجميل بيتم في منطقة الوجه والرقبة. ايه اللي بيقابلنا في منطقة الوجه كجراحين تجميل وبقى عليه طلب كبير من معظم الناس؟ الوجه ده فيه مناطق كتير تشريحية، بحيث كل منطقة فيه بيتعمل فيها عدة جراحات تجميل او ممكن يتعمل فيها جراحات تجميل. لو بصينا للوجه تشريحيا هنلاقيه بيتكون من عدة مناطق. الوجه كله بيغطيه الجلد، والجلد ده عضو، يعني معظم الناس ما تاخدش بالها ان الجلد ده عضو زي من اعضاء الانسان، زي بقيه الاعضاء زي الكلى زي الكبد زي العينين، في عضو اسمه جلد الانسان. الجلد اللي بيغطي الوجه ده بيعتريه مشاكل كتير بتحتاج جراحات تجميل. في مشاكل بتبقى على سطح الجلد، في مشاكل بتبقى في الطبقه القاعديه للجلد نفسها، وفي مشاكل بتبقى تحت الجلد والعضلات اللي تحت الجلد من ارتخاء وغيره. في مشاكل تانية في منطقة الجفون، جفون اللي هي فوق وتحت العينين، بيحصل فيها مشاكل شكلية ووظيفية بنضطر نعملها جراحات تجميل. في مشاكل بتبقى في منطقة الشفتين، وفي مشاكل بتبقى في منطقة الأنف. في كتير من جراحات التجميل بتتم في منطقة الأنف. في كمان كتير من جراحات التجميل بنعملها في منطقة الأذنين، وفي جراحات كتير بتعمل في منطقة الرقبة. فالوجه والرقبة بيمثلوا حوالي تلتين جراحات التجميل. النهاردة هنشوف بعض النماذج المشاكل اللي بتحصل في الوجه والرقبة، وبعد كده بنضطر نتدخل عشان نعيدها لشكلها الأصلي، بحيث يبقى شكلها طبيعي والإنسان يبدأ يواجه المجتمع من تاني ويعيش حياة طبيعية. احنا عندنا حبة حالات النهاردة هنعرضهم بالترتيب. هنبدأ ننزل صور بعض الحالات عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل ويواجه جراح التجميل في منطقة الوجه والرقبة. لو شفنا اول صورة هنلاقي ان في بعض الحالات بتجيلنا منطقة الجلد السطحية متدمرة نتيجة مثلا حرق سطحي. لو شفنا الصور كده نزلناها هنشوف ازاي بيحصل تدمير لمنطقة الجلد السطحية. يعني ده حرق من الدرجة الثانية شامل جزء كبير من الوش، بس المريض ده رجع للمستشفى بسرعة بحيث خد عناية. لو احنا شفناه دلوقتي هنقول ده تشوه، لكن لو شفنا الصورة اللي بعدها الراجل ده خد عناية كويسة جدا من دكتور متخصص، بحيث الالتئام اللي حصل له التئام كامل اكنه ما حصلوش حرق، والجلد الجديد اللي طلع له تقريبا زي الجلد القديم وممكن يكون افضل شويه كمان. الحالات الحروق دي بتحصل لاسباب مختلفه، يعني كل الناس معرضين لها في اي مكان، في المصانع، في مكان الشغل، في المعامل، ولازم تكون الاماكن دي مجهزه للوقايه الاوليه للحروق. يعني ابسط حاجه ان احنا نشيل مصدر الحرق. في ناس كتير بتعمل حاجات مختلفة للحرق. ابسط حاجة ان نشيل مصدر الحرق ونبرد المنطقة، التبريد بالمية الباردة الجارية مش باي حاجة تانية. يعني في ناس كتير بتخترع اختراعات وتحط معجون اسنان وتحط حاجات مختلفة وبيض ني، وبنشوف احنا نماذج غريبة لحاجات ممكن تسيء للجزء النسيج اللي فاضل سليم في الوش وتدمره. فاحنا بننصح الناس كلها ان هي ما تخترعش وما تقلفش. المنطقة اللي اتحرقت بسرعة نشيل مصدر الحرق اللي هي السخونة يعني، ونبرد بمية باردة جارية، وبعد كده نحط فوطة نظيفة على المنطقة المحروقة ونتوجه للمتخصص. المتخصص يعرف يتصرف بقى.
لما نشوف الصوره اللي بعد كده هنلاقي ان في حاله بيفضل في بعد الحرق جزء من النسيج الطبيعي في طبقه قاعده الجلد. النسيج الطبيعي ده لازم نحافظ عليه علشان هو ده اللي هيبني جلد جديد. فلما احنا نشوف حاله زي ديت لو راحت لحد غير متخصص ممكن يدمر بقيه النسيج الطبيعي اللي تحت الجلد، فيؤدي ان الحرق ده يسيب اثر في وشه، الانسان ده يعيش مشوه طول العمر. لكن لو راح متخصص نشوف الصوره اللي بعد كده هنلاقي ان هو بقى شكله طبيعي، لان الجلد اللي فاضل في الطبقه القاعديه عرفنا نحافظ عليه وننميه ونخليه يبني جلد جديد بحيث يبقى شكله طبيعي. نشوف الحاله اللي بعد كده برضو، ده برضو ايه الوش كله اتحرق وفاضل بعض الانسجه الطبيعيه في الوش، فديت بنحافظ عليها وننميها ونشيل النسيج الميت بطريقه طبيه بحيث ما نشيلش النسيج السليم. نشوف اللي بعدها كده، نشوف شكله بقى ايه شبه طبيعي. ديت بعض الحاجات البسيطه اللي بتقابل جراحين التجميل. في حالات تانية غير حالات الحروق، لو احنا نزلنا على الصورة اللي بعد كده نشوف حالة اللي بتقابل جراحين التجميل، في تشوهات دايما بتيجي في مناطق مختلفة من الوش. نشوف الصورة اللي جاية دي، في ناس بتيجي بتشوهات في الغضاريف بتاعة الأذن، وديت بيبقوا اطفال صغيرين بيجوا والاهالي يطلبوا ان تصليح شكل الاذن عشان زمايلهم في المدرسه بيعايروهم بيقولوا هيبقى ودن كبيره وكده، فبيأثر على نفسيه الطفل. فاحنا ديت حاله شف ارنبيه، ده عيب خلقي الطفل بيتولد بيه. فالطفل ده ما بيعرفش لو سقف بقه مفتوح ما بيعرفش يرضع، الرضاعه بترجع من مناخيره لان سقف البق مفتوح على سقف الانف، وكمان الشفه مفتوحه نصين. دي طبعا الطفل ده بنعمل له عمليه على طول في سن صغير، يعني ممكن يتعمل قبل سن 3 شهور لان الالتئام في السن الصغير ده بيبقى سريع وشكله كويس. يعني كل ما عملت العمليه للطفل ده بدري نجيب نتيجه افضل، بس هي مشكلته بتبقى في التخدير، فاحنا لازم نعرضه على اخصائي تخدير كويس عشان يحدد امتى نعمل له العمليه وايه الوزن المناسب اللي تعمل فيه العمليه. نشوف نتيجه العمليه دي كده، الصوره اللي بعد دي، ادي حاله فوق اهي الشفه مفتوحه على الناحيتين وتحت وهي مقفوله. الطفل ده لما وصل لوزن مناسب عرفنا نديله تخدير وعرفنا نعمله العمليه بدري بحيث يبقى ايه النتيجه بتاعته افضل بكتير، ويبقى الشفه لما يكبر تبقى شبه طبيعي. نشوف الحاله اللي بعد دي برضو، ادي طفل صغير شفته مفتوحه، ده لو سابوه. بنشوف ناس كبار على فكره لسه فيهم العيب ده وما صلحوش وبيقولوا حرام نصلحه، ده هو فعلا حرام ان هم يسيبوه مشوه لغايه ما يكبر، لان احنا بنرجعه لخلقه ربنا الطبيعيه. يعني احنا بنصلح الحاجه اللي هي مش طبيعيه خليناها حاجه زي ما حدش بيعمل زي خلقه ربنا، لكن احنا بنقربه من الشكل الطبيعي بحيث يبقى يعيش طبيعي زي بقيه الناس، ما يعرف يواجه المجتمع، يعرف يحصل على وظيفه. العمليه دي لازم تتعمل بدري قبل سن 3 شهور، لكن عمليات سقف الفم المفتوح بنتاخر شويه، يعني ممكن نعملها قبل سن سنه علشان يبقى في نسيج كافي نقفل بيه النقص اللي موجود في سقف الفم من الداخل اللي هو فاتح على التجويف الانفي. النسيج ده بيتاخد من داخل الفم نفسه وداخل الانف بحيث يعوض النسيج الناقص ويعزل التجويفين عن بعض ويتكلم الانسان بصوره طبيعيه، لان الطفل ده لو نطق وسقف بقه مفتوح على سقف التجويف الانف هينطق غلط، هيبقى اخنف بصوره كبيره ومش هنعرف نصلح له العيب ده في النطق مهما عملنا. فلازم قبل ما الطفل ينطق نكون مصلحين العيب الخلقي اللي هو عنده اللي هو سقف الفم اللي مفتوح على تجويف الانف. دي بعض الحالات اللي هي بتيجي لجراحين التجميل. في حالات تانية بتيجي لجراحين التجميل، نشوف كده الصورة اللي جاية كده، مجموعة الصور اللي جاية
هنلاقي ان ده مثلا حالة الاذن الوطواطية او الاذن الخفاشية، يعني الودنين واقفين كده على الجنب، ده نتيجة تشوه في شكل غضاريف الاذن. ودايما الناس ديت بتبقى مكسوفة وخايفة تواجه المجتمع وما عندها الثقة بالنفس. ليه؟ لان هو بيبقى حساس جدا لشكل الغريب بتاع ودنه، ودايما الناس دي بتطول شعرها جامد علشان تغطي البروز بتاع الاذنين. السبب في العيب ده هو تشوه في الغضاريف، بحيث بيدي الشكل الواقف للاذن ده. احنا بنعمل عملية بسيطة للموضوع ده عشان نحلها. بيبقى جرح رفيع ورا الاذن، نعيد منه تشكيل الغضاريف من تاني. يعني الغضروف بدل ما هو واخد الشكل الواقف ده، بنعيده زي ما شفنا كده في الصورة اللي تحت، ان الودن بترجع لورا بحيث يبقى شكلها طبيعي وفيها التفاصيل الطبيعية بتاعت الاذن الطبيعية، والشخص ده بيرجع تاني للمجتمع، بيبقى اكثر ثقة بالنفس وينسى موضوع العيب الشكل اللي عنده ويحلق شعره تاني. نشوف الصورة اللي بعد دي. دي صورة من ورا لنفس المشكلة، العيان تاني ان الاذن بتاعته كانت واقفة وبعد كده رجعناها لورا ومفيش جرح باين، لان الجرح بتاعه بيبقى في الكسرة اللي ورا الودن، ما بتبانش اكنها الكسرة الطبيعية اللي ورا الودن. ومنها بنعيد تشكيل المنطقة تاني وترجع الودن لورا، والانسان ده يعيش طبيعي اكن مفيش حاجة حصلت. دي عيب من العيوب اللي كان بيقابلنا اللي هو الاذن الوطواطية. في عيوب تانية بتقابلنا كتير في الوش، يعني هنشوف الصورة اللي بعد كده هنلاقي ان جراح التجميل بيبقى مستعد دايما ان هو يحل مشاكل المريض ويتكلم معاه كويس عشان يعرف ايه المشكلة اللي عنده وايه ابسط الطرق لحلها، ولو ما فيش غير الحل الجراحي يلجأ له، لو في حل تاني ينصح المريض بيه. لكن معظم الناس بتجيلنا بعد ما تستنزف كل الطرق وتيجي على الجراح على طول. نيجي نشوف الليزر، استخدام الليزر بقى حللنا مشاكل كتير في سطح جلد الانسان. دايما بيحصل على سطح جلد الانسان مشاكل كتير نتيجة الجفاف او التعرض للشمس كتير، فبتدمر الالترا فايلوت اللي هي الاشعة فوق البنفسجية دي، بتدمر الانسجة بتاعت الجلد وبتدمر الكولاجين الخليه يفكوا من بعضه. الطبقات السطحية بتاعت الجلد بدل ما تبقى صحية بتبقى متدمرة، الجلد بيبقى جاف وبيبقى فيه بقع. فاحنا بنعمل ان جهاز الليزر اللي هو اسمه فراكشنال ليزر، ده احدث الاجهزة اللي نزلت، بنشيل الطبقة السطحية للجلد. في الجلد ده عبارة عن طبقات، في طبقات سطحية وطبقة قاعدية اساسية اللي هي بتبني الجلد الجديد. فاحنا لما بنشيل الطبقات السطحية للجلد بالليزر، والليزر ده عبارة عن ايه؟ زي ايه؟ ضوء بيدي حرق محكوم لسطح الجلد، بيبقى محكوم العمق بتاعه بحيث ما يوصلش للطبقة القاعدية. يشيل الطبقة السطحية كلها، وبعد كده نخلي الطبقة القاعدية تبني جلد جديد سليم، بيبقى الجلد اللي طالع جديد سليم ونظيف وصحي. وننصح العيان ده طبعا ان هو يشرب ميه كتير بحيث ما يحصلش جفاف للجلد الجديد، وما يتعرضش للالترا فايولوت اللي هي الاشعاعات فوق البنفسجيه، علشان ديت بتدمر الانسان. الانسان اللي بيتعرض للشمس لازم يطلع يحط واقي للشمس، والواقي للشمس ده ما بيتحطش مره واحده، ده هو كل ساعتين لازم يحط تاني لان تاثيره بيقل. ويتجنب الطلوع في فترات الذروه اللي هي من عند الساعة 12 كده لغاية الساعة 4، تبقى الشمس قوية جدا خصوصا في مصر. اللي عاوز يطلع او ينزل حمام السباحة يبقى يا بدري قوي يا قبل المغرب، بحيث يبقى انكسرت حدة الشمس والاشعة اللي فوق البنفسجية تقل في القوة بتاعتها بحيث ما يدمرش الجلد بتاعه. احنا عارفين ان الشمس والاشعة بتاعتها ممكن تسبب سرطانات في الجلد، ودي حالات كتير بتجيلنا. فاحنا ننصح الناس كلها ان هي على قد ما تقدر لو هتطلع في الشمس تحط عازل للشمس او تلبس برنيطة بحيث تحجب تأثير الضار بتاع الشمس عن جسمها. هنشوف الحالات اللي بعد كده، الصورة اللي بعد دي.
من الحالات اللي بتجيلنا برضو اللي هي ضعف النسيج اللي تحت الجلد الانسان، جلد الوجه، يعني مع السن مع الوقت الجلد الانسان بيفقد جزء من النسيج الدهني اللي تحت الجلد. ديت جهاز الليزر بيبقى في بعض الاجهزة بيبقى معاها بروب بنستخدمه علشان الليبوليسز اللي هو إذابة الدهون اللي تحت الجلد في المناطق الزايدة. التأثير الليزر ده بيبقى بسيط مش كبير، يعني ما بيخسسش كتير، ده هو لو في منطقة صغيرة ممكن نعملها بالبروب بتاع جهاز الليزر بحيث يكسر الجدران بتاعة الخلايا الدهنية في منطقة صغيرة، لكن هو ما يشيلش منطقة كبيرة. المنطقة الكبيرة بتبقى عاوزة جهاز شفط يخش بعد الليزر يشيل الخلايا اللي ماتت دي او اللي اتكسرت بحيث يطلعها بره جسم الانسان. الخلايا اللي ماتت دي لو سبناها في جسم الانسان تبقى مادة سامة، ولذلك لازم نشفطها بجهاز شفط الدهون بعد ما تتكسر بجهاز الليزر. نشوف الصورة اللي بعد كده. اجهزة الليزر طبعا تطورت في الفترة الاخرانية دي وبقت تؤدي لنتائج كويسة جدا وبمعدل امان عالي، يعني ما بقاش يحصل المشاكل القديمة اللي هي بتاعت الاحمرار وحرق بعض مناطق من الجلد. الكلام ده ما بقاش يحصل دلوقتي في الاجهزة، اجهزة الليزر الحديثة. نشوف الحالة اللي جاية دي. ده واحد كان عنده حفر كبيرة في وشه، لما نشوف الصورة اللي قبله واللي بعد جنب بعضهم هنلاقي ان حصل تحسن كبير، ان احنا بجهاز الليزر شلنا طبقات كتيرة من سطح الجلد بحيث الحفر بقت اقل عمقا واقل وضوحا. ولو عمل جلسات الليزر دي على كذا مرة، يعني بعد تمام الالتئام بعد المرة الاولى يعمل مرة تانية يحصل على تحسن تاني، وهكذا لغاية ما ياخد الشكل اللي يرضيه واللي يبقى شبه طبيعي، بدل ما وشه كان محفر جامد وشكله غريب بقى شبه طبيعي بعد كذا جلسة من الفراكشنال ليزر، بحيث يبقى ايه جلده شكله طبيعي. الحالات اللي بتجينا بعد كده اللي هي حالات عجز الوش، يعني ايه سبب عجز الوش؟ عجز الوش بيحصل نتيجة سقوط انسجة الوجه بتأثير الجاذبية الارضية. يعني طول ما احنا عايشين الجاذبية الارضية لها تأثير على جسمنا، بتشد الانسجة لتحت. العضلات بتاعت الوجه مع السن بترتخي شوية وبتنزل لتحت، فبتعمل كسرات في الوجه، خصوصا منطقة اللي جنب الفم واللي جنب الانف، نيزوليبيال فولد، منطقة الخدين بتسقط ويحصل دوبان او امتصاص لجزء من نسيج الرخو في الوجه. هنتكلم عن الموضوع ده بعد الفاصل قصير ونرجع تاني ان شاء الله. سنعود. برنامجنا سؤال وجواب. أنت تسأل والدكتور يجيب في برنامج أسرار تأخر الحمل. إمتى تقلقي لما الحمل يتأخر بعد الزواج؟ إزاي تعرفي الوسيلة اللي هتساعدك على حدوث الحمل؟ ويا ترى مشكلتك محتاجة حقن مجهري ولا أطفال أنابيب؟ إزاي نوصل لأعلى نسب نجاح لعمليات أطفال الأنابيب؟ في برنامجنا هنرسم بسمة على وجه كل زوجة في برنامج أسرار تأخر الحمل مع الدكتور محمد حسين طلبة، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم واستشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. أسرار تأخر الحمل يأتيكم السبت 8:15 مساء.
آلام العمود الفقري وآلام الظهر وآلام الدماغ، الأسباب التي تؤدي إلى الألم. ما عادش حد النهاردة إلا وبيعاني من مشكلة من مشاكله. لو كل 10 حالات قلنا عندهم انزلاق غضروفي حقيقي، 9 منهم ممكن يخفوا بالعلاج واحد الذي يصل إلى المرحلة الجراحية. مستشارك الطبية يأتيكم الأحد الواحد ظهراً. أكثر من 50% من الرجال مصابون بالعقم، وحوالي 15% من حالات العقم تحدث بسبب الدوالي. وما الأسباب المؤدية لضعف الحيوانات المنوية؟ مع الأستاذ الدكتور عمرو الأهواني، استشاري أمراض الذكورة، في برنامج أريد طفلا. أريد طفلا يأتيكم يوميا السابع مساء. للتواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الفاصل. احنا كنا نوهنا واتكلمنا عن جراحات التجميل اللي بتقابل جراحة تجميل في منطقة الوجه والرقبة، واتكلمنا عن جراحات الأذن وجراحات الحروق وحقن الدهن في الوش. دلوقتي هنشرح ازاي بنعمل عمليات شد الوش. عمليات شد الوش بتجيلنا بمعدل كبير دلوقتي، لان الناس اعمارها الحمد لله بفضل ربنا طولت. فالناس اللي عندها 70 سنة دلوقتي زي الناس اللي عندها 50 سنة زمان. فالناس حابة ان هي تحتفظ بشكل كويس بقية الفترة اللي في حياتها. ففي ناس كتير بتيجي تشتكي من ارتخاء الانسجة بتاعت الوجه بحيث بتدي سن كبير. المرضى دول اول حاجة بنلاحظها فيهم ان هما بيكونوا فقدوا جزء كبير من دهون الوجه. لما بيفقد جزء من دهون الوجه بيرتخي الجلد، بيبقى كيس الجلد بتاع الوش وسع على المريض. الحالة دي ممكن نصلحها بدون جراحة عن طريق حقن الدهن الطبيعي. يعني ايه حقن الدهن الطبيعي؟ الدهن الطبيعي من جسم الانسان هو احسن فيلر. يعني في ناس بتحقن مواد صناعيه تحت الجلد عشان تملى الفراغ اللي حصل. المواد الصناعيه دي في منها حاجات بتقعد 6 أشهر بس زي الهيالورونيك اسيد، ودي ماده ما بتضرش الجلد لان هي ماده موجوده اصلا في الجلد، الجسم بيتعرف عليها ويمتصها بالتدريج على مدى 6 أشهر تكون خلصت ويرجع الانسان كما كان. وفي مواد صناعية بتقعد سنين، ودي بنحذر منها الناس لان المواد الصناعية دي بتقعد في الاول كويسة، بعد كده بتعمل حاجة اسمها جرانيلوما، يعني التهاب مزمن تحت الجلد ويعمل خراريج ويعمل تليفات ويعمل تشوهات، بيبقى صعب جدا التخلص منها. فاحنا بنحذر كل الناس انهم يحقنوا مواد صناعية تحت الجلد. الاحسن حاجة انك تحقنوا مادة طبيعية زي الدهن الطبيعي. الدهن الانسان بيتاخد من اي حتة بحقنة رفيعة بتخدير موضعي، والمنطقة اللي سحبنا منها الدهن ما بتتأثرش لان احنا بناخد كمية صغيرة على قد اللي محتاجينه في الوجه بس. وبتتحقن في الوجه برضو بتخدير موضعي من غير ما الانسان يحس ولا حاجة بحقنة، يعني مفيش اثر جراحة. لما الدهن بيتحقن في الوجه بيعمل شوية ورم في الاول، وبعد كده الجسم بيمتص جزء من الخلايا اللي اتنقلت ديت اللي هي كسرت اثناء النقل، لكن في جزء من الخلايا دي وحوالي نص الكميه اللي اتحقنت تقريبا بيتنيه عايش، تبقى خلايا حيه، خلايا دهنيه حيه
عايشة مع الإنسان طول عمره، تبقى موجودة طول العمر. يعني تخيلي إنك تحقني دهن ويتأني جزء منه طول العمر، فدي ميزة كويسة جدا، لأنه مادة طبيعية من جسمك، جسمك عمره ما بيعمل ضدها حساسية أو مشاكل أو التهابات أو أي حاجة، مادة طبيعية بتنى معك طول عمرك وتحسن شكل وشك. تاني حاجة إن في حاجة اسمها ستيم سيل، اللي هي الخلايا الجذعية، بتبقى محقونة مع الخلايا الدهنية ديت، بحيث بتبني دهن جديد غير الدهن اللي اتكسر، وكمان بتحسن النسيج الجلدي، بتلاقيه متحسن بعد حقن الدهن. فالمريض يبقى استفاد من كافة الأوجه، شكل وشه رجع للشكل الصغير، وكمان جلده اتحسن عن طريق الستيم سيلز اللي محقونة مع الدهن. يبقى دي طريقة للتغلب على ارتخاء الوجه بدون جراحة، وطبيعية ونتيجتها ممتازة. الحاجة التانية اللي ممكن تتعمل في الوجه اللي هي شد ترهلات الجفون. الجفون بنلاقي مع السن يظهر لها ارتخاء في الجفون العلوية، وكمان جيوب في الجفون السفلية. الجلد الزيادة في الجفون العلوية ده بيتشال عن طريق جراحة بسيطة برضو بتخدير موضعي، بيبقى الخط الخياطة بتاعها زي الشعرة كده في الكسرة بتاعت ظل الجفون على بعد سنتي من الرموش من فوق. يعني الانسان هو مفتح مفيش حاجة باينة خالص، بيتشال الجلد الزيادة وتتشال الجيوب الدهنية اللي بارزة خصوصا في المنطقة الداخلية للعين. من تحت بيبقى فيه غير الجلد الزيادة بيبقى فيه جيوب دهنية كبيرة، ثلاث جيوب بارزين وعاملين شكل غريب وسن كبير. يعني مجرد المريض ما بيشيل الجيوب دي بيصغر سنه من غير ما يعمل حاجة تانية، ان هو بس بيشيل الجيوب اللي ظهرت تحت عينه. الجيوب دي بتظهر ليه؟ هي اصلا الاكياس الدهنية دي موجودة بشكل طبيعي عند كل الناس تحت مقلة العين، فبيبقى حاجزها تحت مقلة العين حاجز غشاء قوي. لما بيضعف الغشاء ده تبدأ الدهون الاكياس الدهنية دي تبرز للامام وتظهر تحت الجلد في الجفن السفلي، فتبقى عاملة قبة كبيرة كده ومديها شكل غريب للعين. احنا بنعملها بتخدير موضعي، بنفتح من تحت خط الرموش، خط زي الشعر اكنه كسرة العين الطبيعية، ومنه بنشيل الزيادات بس من الاكياس الدهنية دي، ما بنشيلهاش كلها لكن بنشيل البارز منها تحت الجلد، ونقفل الحاجز الانفي تاني اللي هو ضعف ده، ونقفل ونشيل حتة الجلد صغيرة ونشد الجفن ونقفله، ما بيبانش الجرح بتاعنا بس العين بترجع صغيرة تاني. يبقى احنا دلوقتي عملنا حقن دهن في الوش وشدينا ترهلات الجفون. في حاجة تانية الكبيرة اللي بتتعمل اللي هي عملية شد الوجه نفسها. عمليات شد الوجه زمان كانت بتبقى عبارة عن شد جلد فقط، لكن دلوقتي بتبقى شد جلد وشد عضلات الوجه، لان عمليات شد جلد فقط ديت بتقعد فترة قصيرة. يعني الانسان بيرجع يبان عليه العجز بعد كمان ايه سنتين ثلاث سنين تلاقي ظهر تاني ارتخاء في الوش، لان احنا ما شدناش عضلات الوجه. فاحنا لازم في عملية شد الوش لازم نشد عضلات الوجه. العملية دي بتتم من خط رفيع امام الاذن ويلف خلف الاذن. الخط ده بيبقى زي الشعرة، بننزل تحت الجلد ونرفع الجلد لفوق ونشد العضلات نفسها بحاجات خاصة بخيوط خاصة بحيث تتني العضلات مشدودة ما ترتخيش تاني. بعد كده بنشيل الزيادات من الجلد ونقفل تاني الخط اللي زي الشعرة اللي هو قدام الاذن وخلف الاذن، ما بيبانش، يبقى شكل الانسان طبيعي بعد شوية. الجلد اللي بتشال ما بيبقاش كتير، لكن اللي شد العضلات بيدي نتيجة دائمة للوجه. يعني العيان ممكن يشد وشه لمدة 10 سنين من غير ما يحتاج حاجة تانية. شد الوجه ده بيحصل بعديه شوية ورم في منطقة الوجه حوالي شهر كده يكون الوجه رجع طبيعي خالص. بس احنا بننصح المرضى طبعا ان هم في فترات حقن الدهن وشد الوجه ما يكونوش بيتعرضوا للتدخين، يعني ما يكونوش بيدخنوا او يشموا كمان ريحة الدخان، ما يقعدوش مع مدخنين اخرين، عشان النيكوتين نفسه بتاع الدخان
بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه اللي احنا محتاجينها عشان تغذي الجرح او تغذي الدهن المنقول فيعيش. لكن المدخنين ممكن يحصل لهم مشاكل لو هم اصروا على التدخين اثناء عمليات الايه شد الوجه. الرقبه طبعا بتتعمل من جرح اللي هو تحت كسره الدقن، وممكن يتعمل من جرح خلف الاذن. الرقبه فيها عضله كبيره مرتخيه، وكمان فيها عضلتين بالطول لازم نتصرف فيهم ونشدهم. العضلات اللي بتتشد في الرقبة دي جزء أساسي من العملية علشان الرقبة ما ترتخيش تاني. وطبعا بعد شد العضلات بنشد الجلد ونشيل جزء زيادة من الجلد ونخيط الجرح بتاعنا ما بيبانش. الرقبة من العلامات اللي بتبين السن الكبير، لما بتتشد بتدي فرق كبير في الشكل. سواء شديت الوش أو شديت الرقبة لازم المريض يلتزم بتعليمات الدكتور. في رباط بيتحط على الرقبة حوالي 3 أسابيع، وممكن يتحط وهو نايم بس أو هو في البيت بس، ويشيله وهو طالع في أول شهر. بعد كده الورم بيكون راح كله والإنسان يرجع لحياته طبيعي بشكل أجمل بشكل أحسن، بحيث يعرف يواجه المجتمع ويعيش حياة طبيعية ويبقى أكثر سعادة في حياته مع الناس. احنا النهاردة اتكلمنا عن جراحات التجميل اللي بتتم في الوجه، ومرة تانية هنتكلم عن جراحات تجميل أخرى. بنشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.